اللهم إني أسألك النصر الذي نصرت به رسولك وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به ديني وأفلشت به حجتك، يا من هو لي في كل مقام. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم بحق طه وقاف وسورة الأحقاف بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من هو بفضله لفضله نسأل. إلهي الإجابة يا من أجاب نوحا في قوم، ويا من نصر إبراهيم على أعدائه، ويا من رد يوسف على يعقوب، ويا من كشف الضر عن أيوب، بأن تجيب لنا هذه الدعوات وأن تتقبل منا ما به دعوناك وأن تعطنا ما به سألناك يا رب العالمين. يا رب انجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين، فنسألك النصر والظفر والفتح المبين. ولا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين.